والله لا طلعنا. قوم يا بنت. اه لا لا انا ده انا اللي هنام على السرير ده النهارده. سريرك اهو، تعالى انام هنا. لا لا انام، هنام هنا يا ابني. كل واحد ينام على سريره، ما تضايقنيش. خد السرير اللي عندك ده. لا انا هنام على السرير بتاعي، ويلا قوم عشان ما عيطكش. مش هقوم، ابقى اعمل حاجه. ابوك بره عادي. اهو بابا، الحمد لله. يا بابا. نعم. احمد عايز يجاوبني من على السرير، والسرير التاني ده فاضي. طب ما تنام على السرير ده اللي انت قاعد عليه. يا بابا لا، ده سريري انا من زمان ده يا بابا، عشان البريزه لازقه في السرير لما اشحن الموبايل. اه عشان البريزه. ده كله عشان البريزه؟ ايوه. وانت عشان ايه؟ عشان البريزه برضو. طب نام يا ابني على السرير ده، وبكره باذن الله بعمل لك بريزه. لو عايزها في دراعك بعملها لك. طب انام هنا النهارده لحد بكره ما تعملها لي. يا ابني احترم ابوك واسمع الكلام. والله يا ابني ولا انت ولا هو تعرفوا حاجه عن الاحترام. من اخر الحمام يا عم. يعني مش هتقوم؟ يا ماما. يا دي العيال اللي جنبك. عايز ايه يا ابني؟ بص يا ماما. اهدى بلا ماما، انا هناديلكوا على ابوك وهو يتصرف معاكوا هو، عشان امك تعبانه يا حبيبي. ناديه يا ست، ما اجي قبلك ما قضاش مصلحه. والله لا اقول اللي انت بتقول على ابوك ده. هي دي التعبانه ده صوتها اعلى من صوتي. ادخل على اكونت التيك توك بتاعي تحت صورتي في لينك برنامج، دوسوا عليه. ها هتنزل البرنامج ده هيخليكوا تعملوا اي مشروع باقل الاسعار. انا الحمد لله عملت مشروع احسن من الناس قاعده. شويه صواريخ جبتهم مسميهم مشروع، كسبت فيهم الحمد لله يا حبيبي. طب قوم احنا مش هنرغي.